ببركة من البطريرك يوحنا العاشر يازجي، قامت بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في كنيسة النبي الياس الغيور في صحنايا أمسية تراثية بعنوان رجعة الشتوية، يقدمها كورال القديس بندا لايمون. لنتعرف أكثر على سلسلة الأمسيات يلي قدمها الكورال بسرنا أنه نرحب بقائد الكورال جابي فداء جبور ومغنية السولو سوزان الذيابي. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم. يعني رجعت الشتوية هي كانت آخر أمسية من سلسلة الأمسيات يلي عم تقدموها، وكان لكم جولة بريف دمشق وخصيصا ببلدة صحنايا. خبرونا كيف كانت أجواء التحضيرات لهي الأمسية. الحقيقة تحضيرات الأمسية كانت على قدم وساق، يعني تم التحضير حقيقة بفترة كتير قصيرة انطلاقا من الحفلات الماضية اللي كنا بلشناها بكنيسة الصليب، بعدين بكنيسة ماجوريوس بالتجارة، بعدين وصلنا على المحطة الأخيرة حبينا نطلع شوي من جو المدينة. طلعنا على صحنايا، حضرنا بالتعاون طبعا مع مجلس الكنيسة والقائمين عليها مع أبونا هنيك، حضرنا للحفل اللي صار. التحضيرات كانت حقيقة كتير، يعني في وقت كتير قصير الشباب قدروا يعني يتفاعلوا معنا ويجهزوا لنا كل الترتيبات اللازمة لحتى قدرنا نقدم الحفل تبعنا بالصورة اللي كانت عليه. كمان يعني خبرونا كيف كان استقبال أهل البلدة لإلكم وكيف كان التفاعل معكم وأنتم عم تقدموا هالأمسية. الحقيقة كان كتير حلو تفاعل أهل البلدة وكتير انبسطوا بالشي اللي قدمناه، وخصوصا أنه نحن عم نحيي شي الأغاني اللي منزل القديم الحلو. حتى في عالم كبار بالسن إجوا يتشكرونا يقولوا لنا ذكرتونا بمسرحيات فيروز اللي كانت تنعرض بمعرض دمشق الدولي، وحتى الشباب كمان كان كتير سعيد بهالموسيقى الراقية اللي كنا عم نقدمها. يعني أجواء شكلها كانت كتير ساحرة. خلينا نروح نحن وياكم لنتابع كيف كانت هي الأجواء وكيف أحيتوا الأمسية وأيضا تفاعل الناس، ومنرجع لنكمل حديثنا معكم. نغني للسلام، نغني للمحبة، المحبة التي تجمعنا. بهذه الرسائل والكلمات أقامت جوقة القديس بند لايمون بقيادة الدكتور جابي فداء جبور أمسية تراثية في مزار كنيسة مار الياس الغيور في صحنايا بعنوان رجعة الشتوية، ببركة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي وبحضور أهالي البلدة وعدد من رجال الدين. نحن عبرنا عن حضارة، نحن عبرنا عن إنسانية، نحن عبرنا عن موسيقى، نحن عبرنا عن كل شيء منقدر نعمله، ولكن بوقت من الأوقات غاب هالوجه، ما لأنه نحن ما منقدر نعمله، ولكن لأنه في غيرنا خرب علينا الشيء اللي نحن عنا إياه. فإن شاء الله سوريتنا بتضل مثل ما هي، ونحن إن شاء الله منضل منعبر عنا ومنعبر عن أنفسنا. ضمن شهادات اللي بتقدمها شبيبة هالوطن الواعي التي من عمق الحزن والألم تزرع البسمة والفرح في قلوب البشر لنبقى صامدين وثابتين فوق تراب هذا الوطن. نشهد أنه أرض سوريا هي أرض الحضارة، أرض الفرح، أرض السلام، أرض المحبة، أرض الموسيقى التي توزع للعالم لغة ترقى بالإنسان نحو الحياة الراقية والحضارية. نحن دائما بنحب ننشر الفرحه والبسمه ونأكد انه كلياتنا واحد الشعب السوري. كثير انبسطنا اول شيء هون، وانبسطنا بوجود العالم وتفاعلهم الحلو معنا، وعن جد يعني كان شيء كثير حلو ومتميز، يعني لنا زمان ما اجتمعنا هيك وحسينا بهذا الفرح. اهالي بلده صحنايا عبروا عن فرحهم بالامسيه وبرساله المحبه التي جمعتهم بانغام الجوقه. كثير حلوين بجننوا، الله يعطيهم العافية. اليوم دخل الفرح لقلوبنا اللي صار له زمان ما شفنا هيك فرح، ولا والفرقة حقيقة فرقة ناجحة كتير، والله يوفقهم يعطيهم العافية وشكرا، وبكتار بقلال بدنا نكمل باللي بقيوا. يعني رجعوا لنا الفرح لقلبنا، يعني يعطيهم ألف عافية، هيك إن شاء الله نضل أبناء المسيح ونضوي يعني العالم في نورنا. كتير حلوة خاصة بالهواء الطلق. على العين مليتين
سوريا تقدم صوتها الأبيض الذي يحمل رسائل السلام وتعلو به دوما من خلال أصوات الشباب السورية وبروح محبة لن ينطفئ نورها. دكتور جابي، كانت الأجواء مميزة بصحنايا، واليوم حابين كمان نسمع شيء من اللي قدمتوه بالأمسية. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا، تيجي هدير المعي والليالي، نحن والأمر جيران، بيته خلف تلالنا بيطلع من قبال بيسمع الألحان، نحن والقمر جيران، عارف موعدنا تارك ترميدنا أجمل الألوان، وكان عنا طاحون على نبع المي قدام ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن للحي أمحو سهريات، ويبقوا الناس بهالساحات شي معهن كياس شي عربية، رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنيات. يا سهر الليالي، يا حلو على بالي، غني 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 على الطرقات، يا سهر الليالي، يا حلو على بالي، غني 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 على الطرقات. يعطيكم العافية. يعني هي مثل ما قلتي انه بترجعونا لفيروز، ودائما ما في احلى الصباح ما يكون مع فيروز. كمان يعني خليني احكي عن رسالتكم من خلال هاي الامسيات اللي انتم عم تجولوا فيها بمناطق عدة. هلا بصحنايا بالذات كان لنا رسالة نحن بالهواء الطلق. فالحقيقة وقت كنا عم نغني نحن يعني كل واحد فينا كنا عم نحس إنه من خلال صوتنا عم يهدر بكل المحيط، صحنايا دارية المحررة حديثا، فحسينا إنه عم نعطي بكل قوة، عم نغني بحماس، عم نغني لنوصل صوتنا، لنوصل من خلال الشيء اللي عم نقدمه إنه نحن من خلال موسيقتنا مننتصر، من خلال الحب تبعنا مننتصر، من خلال السلام اللي عم ننشره رح ننتصر أكيد. كمان يعني كمان كانت ضمن شجر الزيتون يلي أكيد بيرمز للمحبة والسلام. قديش كمان هالمكان هيك عطى خصوصية ل يعني إلقاء هالأمسيات هاي اللي بتعبر عن ماضينا الجميل. تماما، يعني المكان كان كتير رائع حقيقة، بستان مارلياس بين شجر الزيتون بين العالم الطيبين والوجوه البشوشة اللي استقبلتنا، حسينا عن جد انه يعني المحبه والسلام، الفرح كان بكل مكان بكل زاويه موجود، بكل
بكل محل. عن جد كتير كتير انبسطنا بالحفل اللي كان. قديش بتحسي انه نشر هالفرح هو يعني مسؤولية واجب على كل شاب سوري من خلال طريقة معينة هو بيختارها؟ لا اكيد انا بدعي كل شاب وشابة سورية انه اذا عندك موهبة لا تخبيها، لازم دائما تظهر للعالم لانه الله عطاك اياها اساسا لتدخل فرح لقلوب العالم. فنحن الشيء اللي كنا عم نعمله انه بدنا ندخل هالفرح لقلوب العالم بعد هالسنين الصعبة اللي كانت عم تمر فيها بلدنا، ونحن عم نثبت هيك انه نحن بعدنا عايشين، بلدنا بعد فيها حياة وبعدها عم تنبض بالموسيقى. سوزان خبرينا كيف حبيتي تنضمي لجوقة القديس بندلايمون وتكوني من أحد أفراده؟ بالحقيقة الشيف جابي جبور قائد الكورال هو زميلي بالكلية، فدعاني قال لي أنه رح نأسس كورال جديد وحابك تكوني معنا. فأنا لما رحت على الكورال كتير حبيت الجو، وخصوصا أنه هو وكان والأب فداء كتير تعاملهم حلو معنا، وكانوا دايما عم يشجعونا، وكل حد عنده موهبة موسيقية عم ينمولوا إياها. فصرنا كتير هلأ جو الكورال صار مثل عائلتي الثانية، كلنا يعني بس منستنى إمتى بده يجي التدريب حتى إنه نروح ونشوف بعض ونغني سوا. طيب خلينا نغني سوا، شو تكون سمعونا هلأ؟ يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي، يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد. حيران أينتظر والقلب به ضجر، حيران أينتظر والقلب به ضجر، ما التلة ما القمر، ما النشوة ما السهر. إن عدت إلى القلق هائمة في الأفق، سابحة في الشفق، فهياك لن يجدي. يا عاشقة الورد. يعني خلينا نرجع شوي لورا ونحكي عن تأسيس الجوقة، كيف كان وكيف بلشت فكرتكم، وقديش بتحسوا حالكم انكم انتم وصلتوا يلي بتطمحوا له من خلال هالجوقة؟ نحن بلشنا من فترة كتير قصيرة، يعني ما صلوا الكورال ككل حوالي 6 أشهر 7 أشهر، هيك فترة قصيرة بلشنا. لا الحقيقة يعني بلشنا يمكن 15 شخص. بعدين يعني من خلال العمل الأول اللي صار تشجعت الناس إنه كورال جديد مؤسس، حبت العالم تدعم، حاولنا قد ما فينا نحن نأمن بجو كورالنا إنه يكون جو عائلة، ما يكون أبداً تعامل إنه كورال، يعني بالعكس نساعد كأخوة، نتعامل بهذا المبدأ. حتى كبرنا وكبرنا وهلأ نحن اليوم 55 شخص، ومن خلال حفلاتنا رح نكبر أكثر وأكثر ورح نوصل. وحقيقة نحن يعني كتير راضين عن الشيء اللي عم نقدمه، وحاسين إنه نحن وصلنا، يعني وصلنا شيء من خلال اللي قدمناه، ورح نعمل شيء أكثر إن شاء الله بالشيء اللي جاي إن شاء الله. يعني اختياركم للأغاني اللي بتقدموها بالأمسيات كيف بتم، وهل ممكن نشهد شيء خاص فيكم بالمستقبل؟ بالنسبة لاختيار الأغاني حقيقة نحن بالكورال عندنا من أول ما بلشنا مشينا بنهج الرحابنة. حقيقة هذا النهج يعني أخذناه هو قاعدة للشيء اللي عم نشتغله. أكيد ممكن يعني فترة قصيرة رح تشوفوا شيء خاص فينا، بفترة عيد الميلاد إن شاء الله رح يكون في شيء للكورال خاص فيه، بالإضافة للحفل اللي رح يكون بعدة لغات.
دائما بنأكد على هالنقطة بحيث انه الرسالة تبعنا ما تكون بس محصورة على نطاق محلي بعدة لغات. الفرح والسلام اللي نحن عم نناشد فيه لازم يوصل لكل العالم، وبعتقد من خلال هذا الشيء رح نقدر نوصله ان شاء الله. قديش بتقدري توازني بين حياة يعني حياتك دراستك عملك وايضا تواجدك مع الكورال؟ هلا اكيد كل شيء بتنظيم الوقت بيصير، ومتى ما يكون الواحد حابب الشغلة رح يسعى كل جهده لحتى يضبط وقته على هالأساس. فيعني بشوية تنظيم وقت، وطبعا بأحيانا بمساعدة الكورال كمان بيراعوا وقتنا يعني. ودائما نحن وقت الكورال كونه نحن كلنا طلاب جامعة مقسم على هالأساس انه كل تدريباتنا منظمة بحيث تكون بتناسب الكوكون كونه تقريبا كل طلاب جامعة. اليوم شو حابين كمان سمعونا؟ شي وطني؟ بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا 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 لا. يا دار الأوفى دار طيبة إليك الأشعار، يا دار الأوفى دار طيبة إليك الأشعار، تبقي عالدائر مضوي مزروعة ورد وغار، وعالبرج العالي ودخل خيالي وسيوف تلالي وشمسك ما تغيب. لمالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب، بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لمالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. أكيد ما في حبيب على حب سوريا. أغاني الوطنية قديش بتحب كمان إنكم تقدموها بكل أمسية أنتوا بتقوموا فيها، وكيف تلاقوا تفاعل الجمهور معها؟ بكل حفل ما في أحلى إنه الواحد يختم لبلده، يختم كل حفل بغنية وطنية بتعبر عن وجداننا كلياتنا. يعني الحقيقة بآخر حفل نحن كنا قدينا غنية موطني، العالم وقفت بالفعل، وصار في هيك إحساس كتير يعني كتير فزيع. إحساس فظيع يعني. نحن حتى وعم يغنوا الكورال إحساس يعني رهيب كان بالفعل. حسينا من خلال هاي الغنية إنه نحن ولو لجزء كتير 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 بسيط عم نحاول نحيي بلدنا، نحيي دماء شهدائنا من خلال الشيء اللي عم نأديه. بموطني العالم كانت عم تبكي يعني، العالم حسيتها إنه كلياتهم من خلال هالغنية تذكروا كل شيء صار مآسي ببلدنا. بس كمان نحن غنينا شيء وطني وقلنا آخر شيء بدنا نكمل باللي بقيوا، دليل إنه نحن رح ننتهي من هاي المحنة إن شاء الله قريبا ونوصل بهمة جيشنا لبر الأمان إن شاء الله. يعني اليوم جابي في مسؤولية كتير كبيرة عم تقع على عاتق كل شاب مؤمن ببلده ومتشبث بأرضه. اليوم أنت كقائد لهالكورال اليوم شو المسؤولية عليك، وقديش هي عم تزداد كل ما عم تقدموا شيء جميل وعم تتوسعوا أكتر؟ المسؤولية عم تزداد يعني بشكل طردي مع كل شيء عم نقدمه. الحقيقة نحن بالكورال يعني ككل جامعيين طلاب جامعة، نحن كلياتنا هون كطلاب جامعيين، وقسم الأكبر من الجامعيين هن من طبقة الأطباء والصيادلة يعني 90% من الكورال هيك. عندنا فكرة عامة إنه نحن باقيين هون متشبسين بالأرض تبعنا، متمسكين ببلدنا، ما عندنا أبدا فكر نطلع منها لأنه هاي البلد لنا بالنتيجة، للشباب اللي هن ولادة لهي الأرض. فنحن أكيد من خلال موقعي كقائد الكورال عندي كتير مسؤولية كبيرة بكل حفل عم نأديه. مهمتنا نثبت الناس من خلال اللي عم نأديه إنه شوفوا إسا بلدنا كتير بخير وكتير حلو، فنحن لازم نبقى فيه ونضل فيه للآخر. فينا نسمع شيء كمان منكم؟ أي شيء صغير موطني أو أي
أفروديل. أفروديل أفروديل إيقرام شفرو ونهرام بهرو تيلولو تيلولو أحيو فرقونو عم صبرو هليونو رحمتي وبحبي احزنوخ احزنوخ نيحو يفصيحو يو أم يقروز أخيو نيحو يفصيحو يو أم يقروز أخيو احزنوخ برم رموخ موطئات لشمايا موطئات لشمايا أثروديل. أكيد هي كانت باللغة السريانية، حبيتوا تقدموها بعدة لغات، يعني كان شو الرسالة متقدمة بعدة لغات موطنية؟ نوصل رسالتنا لكل العالم صراحة، يعني اللغة الإنجليزية اللي قدمنا فيها هي لغة عالمية، فمن خلالها أنه نوصل لكل العالم الشيء اللي عم ننشره، محبة والسلام والفرح من خلال اللغة السريانية. طبعاً هي اللغة اللي كانت بتدل على بلدنا، يعني بالدرجة الأولى اللغة السريانية تماماً، لغة السيد المسيح. هي اللغة كان كتير مهم إنه نأدي فيها مشان نرجع نذكر بجذورنا تماماً، بجذورنا، بحضارتنا، نورجي الحضارة تبعنا لكل الناس. فهي كانت الرسالة الأساسية من تقديم اللغات. شو محضرين شيء جديد؟ عشان تشتغلوا هلأ؟ الحقيقة إن عنا قريباً حفل مماثل لرعايا صيدنايا والمعرة ومعرونة. نعم. رح يكون بهذا الشهر، بأواخر شهر 10. بعدين رح نتفرغ للتحضير لحفل كتير كبير لعيد الميلاد. رح يكون مثل ما قلت لكم في شيء جديد للكورال، وفي تقديم بعدة لغات، حوالي 9 لغات رح يكون الحفل. أكيد نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بكل الأمسيات اللي عم تقوموا فيها، وتحيتنا لكل كورال القديس بندا ليمون. شكرا كثير لك جابي، وشكرا سوزان، نورتوا صباحنا. شكرا لكم. شكرا كثير لكم، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا.